سبحا نسبا به قبل موته. يلا قوم ساقطا ساقطا مختلفون مختلفون على ذات ألواح على ذات ألواح. يلا قوم نصر الله قبل موته. كتبت انت الحمد لله وايش عملتي هالحمار؟ انت بتقول انا الحمد الحمد هات كل لوحه كل ما تقطع شوف كل واحد ال كما هكها كما ال الحمد العالمين ايش يقول شوف مليح شوف كما هذوك اللي هكا ايش هالحمار كل واحد يعلق لوحته يروح يروح بالعقل. لازم نضح هاتي واحد روح هاتي نوابة الطالبة هي هي عمالا هي ما جبار بن بناد وين جات لله امها ما تخافين صدري هي تبع في عزري على روحها هي عزري هو عزري هذه كسر الشاي بيجي معي يا اخي تعرف لو كان تعطل تضربني او كيف نجيبها هون لا 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 تحب تحصلها هي تحوس لي غير السبايل طابت ولا مزال؟ هاي طابت. هاك ديك السبابات على الجوع. هاك. 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 كيف حاطه؟ أنا هو عقلتي أكثر منه هيك كله بالعقل بالشاو عليه كان ابن الحاج سمعت الحاج هذا هو راهو حتم علينا الجاي يلزم الغرامة راهي تخلص سمعت الحاج راهي تخلص وراهو حتم عليه الميستراتور قال لي يلزم الغرامة راهي تدخل خويا من جهتي انا من جهتي الخمسه نتاعي والرعايه نتاعي على كل حال راهم يخلصوا لي الخلص عليهم انا بكل صفه وراني نشوف الدنيا لازم الغرامه تخلص واللي ما خلصش راه يخرج ليه اللوسي عاود بناب ها عاود بناب ارواحنا هذا واش هند هند سمين سمين ملي بقصوا عليك اللي غير لجنب هذا واش هذا ما كان جاتنا بيضاش عند باش الماكلة طيب الماكلة تخلصت عليهم الغرامة مازالوا 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 بابا كون راح راح يعرف راح يحرف قول له الشامبيط راهو جا غدوة يكون في السوق باش يخلص الغرامة ولا بروسي ولو كان ما يجيش راهم يجيو الجدرمية يديوها الحبس سمعت ولا
الحق ما كان من يهرب منه. أي الحاج نشوفه ألا وهذا باش نطلع المشات الفقر. هيا غدوة صير على بناب باش يخلص الغرامة وراه ما عندوش، وهذا الخطر ندير القطارات وهز السلف ولا ما هزش. إلو كان هز السلف راه يفلت بكري يرلا يموت وما هز السلف. غدوة نخرج له عينيه قدام الخوجة بالخزناجي ولا كومين محتاج صور، وزيد بالزيادة الحاكم راهو حتم علينا يلزم الصوار يجيو من السماء إلا من الأرض. لا صغير عليه بها هذه الحاجة بيناتنا، صغير عليها الخطر جابوا ربي. هذه الحاجة بيناتنا، الحاج راهي سهلة. ربطوا الكلب يا طفل، ما تحشموش سيبتوه في النهار. وين هو راجلك؟ هو مريض. قول له يخرج سيد الشنبطة هنا. لو كان باغي تخش خش. قول له يخرج سيد الشنبطة هنا. حتى هذا ومن القبالة. ما اللي سحته خليه يحمل على روحه. الأولى راهو عندك بروسي على الكلب اللي تركتيه باش ياكلنا، والثانية يلزم تخرج من القرب تاع الراجل اللي خليتي له الخدمة باش يحط فيها الخماس. ولو كان غدوة ما تخرجش يجيك الجدرمية يطيشوا القراوزك. فهمتي ولا؟ يا سيدي الحاج هاك تشوف فيا مريض. ها وما عمري ما خليت لك خدمتك، وراك تعرفنا من جد جد احنا خماس عليك، وما عمرنا ما خلينا لك خدمتك. واليوم هذه المرة الأولى اللي طلع علي المرض، وين نروح أنا وليدتي؟ هاني قلت لك لو كان ما تخرج منه الغدوة يجيك الجدرمية تشولك قراوزك البرا. هيا الحاج انت الله كما وصيتك او متهني الحاج، لكن متهني كي قلت لك كلمه كلمه. انا بيناتنا طعشون بيت الله يبارك فيك يا وعد عندك راجل سيدي. سامحوا لي راني مانيش قاعد في الامان. في الامان طريق العافيه. انت جوزيف يجي اليوم ولا ما يجي؟ هو جاي وهني رايح له. وجدوا الحصان والكروسه، روح نجيب الاولاد من الشكوله ونولي. روح روح ارجع ارجع ارجع. شنو امك؟ لاباس شويه من الدرياس شنبيطه وجا الصباح قال لي قول باباك غدو يجي للسوق باش تخلص الغرام والبروسي ولا جدرمي دوك الحبس. هذا الكلب اللي كلبته الحاج طاهر هو اللي حارش فيه. هذا جماعة صلاتهم علينا ربي ياكلونا ولا ناكلوهم، ولكن في الساعة ما كلينا ولي. شكون هذوك؟ هذاك هو الحاج طاهر وصاحبه جوزاف، يمكن جا ليه فيزا. هذا لو باطل يا ربي، هذا لو باطل يا الحاج. عندك 700 كفار وما فاتكش، عندي 4 حجات حفرت في الكروشي في الجبل وجاي تسلم فيا فيهم. كاش ما عندك هدره معايا هاو الجوج قدامك. وخر تاخذ راي وخر للبزك، خلي التراكتور يحرق، خلي التراكتور يحرق. وخر 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 تاخذ راي وخر للبزك، خلي التراكتور يحرق، خلي التراكتور يحرق. وخر 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 خلي التراكتور يحرق. وخر وخر للبزك يا طحان. وخر يا كبول وخر، خلي التراكتور يحرق، خلي التراكتور تاعي يحرق، خلي التراكتور تاعي يحرق. وخر وخر للبزك يا طحان. وخر يا كبول وخر، خلي التراكتور يحرق، خلي التراكتور تاعي يحرق. Thank you.
الفلوس من الكلب حقرة زي ماشي قريب اكتنب بالموتور والحصان دي حقرة ولا ماشي من الكلب حقرة زي ماشي ويقولون راح تشكي ما جاش حقرني الحقرة دي حقرة زي كبات قريب عفزني بالموتور والحصان عقب بي وكل بي وهو يضرب وزيد يقولوا راح اشكي 700 كفر ما زادتوش وانا ربع بحاجة تمدي يملي الموتور وقت صعب وكسر لي فرسم ولا صوالي حقرة زي ماش ويقول لي بلادي وانا كسر لي فرسم ويقول لي بلادي واش هاي بك الدكتور تصعب ويقول لي تياي ولكن الحقرة زي ماش 700 كفر ما زادتوش فريد واش راك؟ واش راك يا مجيد؟ لاباس معليش؟ لاباس الحمد لله. خير؟ طه. وين رايح هكذا؟ رايح نجيب الولاد من الشكولا. واش هذيك سقتها ولا ما زالت؟ ما زالت. ها؟ ما زالت. ولا في الدوار تاعنا ما خذيت حتى وحده، بقات غير وحده صغيره خذيتها لخويا الصغير يتعلم فيها. اه تاني في الدوار تاعنا البنات بكل سقتهم بقات غير بنت بونا هذيك على بالك هضرت لك عليها بعد. هذيك كنت نهضر لك عليها انا هذيك شتك عليها. جيستومون بعث لها العجوز عايشه هذيك خي طيحت البنات الاخرين بكل اللي طيحتهم هكاك ما حبش ما قدرش طيحها والله. اي ولكن حبيت غدوه الصباح. نروحو نصيدو ولا شي كرا مروحين ندهم عليهم في الليل نديرو واش نحبو زعما نظلمو عليهم تاتوني اكسيلون تيدي والله نديروها هادي حاب نديروها صح اشتكني ايه داكو يا ماش ما تنساش اني سناك ها نجي إما ما يقدر أحد داوي بيه تحبي نقول لك؟ وش هي؟ غد رايح مع بابا للسوق وش تجيب لي معاك؟ رايحين نبيعوا المعستين اللي بقاولنا باش نسلكوا البورصة تاع الحاج طاهر والغرامة ولا بابا يدوا جدر مية للحبس وكتاش عملوا لكم هذا البروسي؟ الحاج طاهر هو اللي حرشهم قال لهم المعدات نتاعنا دخلوا الحر تاعو وعلاش هما ياخذوا راي؟ هو مطرني معاهم وعنده دراهم هاك شفتي ولادهم ما يقروش معنا في الجامعة يقروا معنا تقول في الشكولة وضعك نجي من السوق نتاع خلدهم هنيت هنيت من الدوار هنيت من الحليب هنيت من الخيب هنيت من كلش ولا تهنيت هنيت من هالخدمة هذه ما نحبهاش هالخدمة هذه راني ما عادش نقبلها منكم خلاص
خلاص 30 ساعه تلعبوا في الخرب قاونا تخمروا تدخلوا بالسعايا قلتوا راه خامشين هالشيء راه ممنوش عيب عليكم. انا دوال وصلنا الوقت سيدي احنا في ربع برك ونخلونا راح نجيبوا الحشيش. ابراهيم وين راح؟ حكمته الحمه روح للدار. روح للدار شكون قال لي روح للدار؟ شكون قال لي روح؟ ابراهيم ابراهيم وين راحوا النساء باش يحلبوا البقرات؟ ما شفتهمش؟ واش هذا محمد؟ تضرب شويه كل شيء الحاجه ما تفرحش. حتى في الموت ما تلقوناش. واش هذا ابراهيم؟ وين كنت ابراهيم؟ خبر من الفجر تشد فيه الحما هذا وين دخلت جيت هذا ما قاليش مع دخل هذا وين دخلت الناس يخدموا ليل ونهار وما صابوش الخبزه ياكلوها انتم تمسخروا بيا هزوا قراجكم وروحوا عليا. هذا انت سيد الحاج ملي كانوا عندي الكتارات تقول لي دمي ولحمي وروح ارقد داك مريض واللي مكنتي الكتارات واللي جبد علي هذيك واش صدقتهم عليا يا غير كنت بكل شك الثور كل ساعه تقول لي سلفني نشري حاجه نشري نضرب البره نكشي عبادي نشرب ما نجمش تخلص ديرك كرجاله اخدم ولا خرج عليا. جوج معزال ربع مية ما عنديش ربع مية نجي نخلص روح اجبدهم ولا خلف الطريق. تعرف من معزال هنا حسين جاي العظمة تمشي اسمع عطيتني ما زغرتك سنك ولا خرج سنك ولا يا انت يحشى خاف ربي يحشى خاف ربي قلت لك ما عطيتنيش باش تسرقني ولا ما عطيتنيش ما عطيتنيش خلص ولا سخر خلف الطريق خلي الناس يخدموا ما عطيتنيش خلينا نخدم سخر عليا سخر عليا قلت لك ما عطيتك كسر كسر هاي فوديكو فوديكو هاي كاسوسي هاي علي ابوس هاي ابوسي فوديكو هاي علي ابوس ما ما تدك هاي شاطر تعبان 1500 في زوج اجي تربح لا تربح ما هلوش واش راك سي احمد؟ لاباس لاباس سي احمد في غايه الحمد لله. ايه تشوفوا خويا الرتصه الخامجه هذه خويا جيت عفست ولا عفسني عمل لي واحد الشرع واحد الحاله. لا 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 فونس 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 كور اي فونس لا كسا فيزيلا واش تحققت المرأة هذه؟ جيت نشكي بالحاج. واش به الحاج؟ قلت لنا الخماسة ونظرني من قلبي. وين راح الحاج هذا؟ كيف سبت المرأة هذه الحاج؟ ما تراعيش ليها تكذب عليك ما تراعيش ليها وراسك وراسي أنا إلا عندي الخدمة وما عنديش وين نحط الخماس. القرب يقول به والبلاد بلاده. قال لكم اخرجوا اخرجوا. هلا وين راح بيا بولادك؟ فهم لي بيك بولادك. انا راني جيت نشكي لك. داروا لي بروسي ما درت حتى شيء. واش يسحق هذا؟ يكذب عليهم الغرامه والبروسيات. راهو خلصوا الخزنه جيري الغرامه والبروسيات نتاعك. اشمعك؟ عندك 4100 تخلصهم. تعيش. واحد طبعا يسرق نزيد؟ عمري لا تقول غير بغيت نسرق الحطب. انت عمرك ما سرقت الحطب والقرض ما يكذب عليك. ما عنديش بسرعه خلص. ما عنديش باش تخلص عندي 3 شهور عاد تخدم من دونها. اخرج عليا.
بتيك انت اسمكم خير وعافيه يوم 12 نهار في الرحبه كان اجتماع كبير وخبوا في النواب تاع الحزاب الكل واحد من بتيك انت اسمكم خير وعافيه يوم 12 نهار في الرحبه كان اجتماع كبير وخطبوا في النواب تاع الاحزاب الكل وكل واحد بين بوليتيك نتاعو يا ربي يفرج يا ربي كل راح يخطبوا كنا نكسب البوليتيك ما يهرب لك يقرب الفوز باللي بديت تشفاهم يقولوا للناس يجيبوا لكم الحقوق ما ظهر حتى شيء نحوسوا في السوق ونجي روحوا ما طولهاش الحقا نحسبت تصرخ وكانت انتم اللي ديتوا الدين لروحك واش نديروا بالحمار تاعك يا حمار الحمار ما سواش 500 فرنك تخلص وما تخلصش عنديش باخر عندك 14 حبس فخرج عليا اسمعكم خير وعافيه نهار الحد الجاي القايد نتاعنا السي حمانه راهو عنده عرس كبير يحضر فيه الحاكم والخليفه والكبايريه وجميع العروش راهي معروضه وكبار الدوار يلزم يكون في بالهم اسمعكم خير وعافيه اليوم 12 تاع النهار بالرحبه كان اجتماع كبير وخطبوا في النواب تاع الحزاب الكل وكل واحد يبين البوليتيك نتاعو اربع من دواك اسمعكم خير وعافيه هذا هو الحد الجاي قايد نتاع السي حمانه هو عنده عرس كبير يحضر فيه الحاكم والخليفة والكبيرية وجميع العروش راهي معروضة وكبار الدوار يلزم يكون في بالهم عطونا شوية سكات رحمة ديكم سيد النايب اليوم يقول لكم لكان تفوتوا عليا ونخرج في الفوطرة وكل واحد عنده 500 فرنك وراني نهار نخرج في الفوط راني نفتح لكم 500 شهر وراولي عنده طلبية راني تشويت راني نظهر له حقه وراكم تعرفوني ما يصغير من اليوم بصح لو كون نخرج في الفوط راه ما يسكي من الناس اللي كذبوا عليكم وراو تعرفوني باللي راني واصل قدام الحكام نقضيها له توت سويت كيما كان يهضرك مشاوش نتاعي عندكم 500 كي نخرج في الفوط وكيف نربح راهي عندكم 500 نعجه واللي عنده قضيه يجي نقضيها له ما تشوفوش لهذوك الكذاب يكذبوا عليكم راهم دار البريفي ما يعرفوهاش وما انا دار الجفرنور راهي كيما داري تخلص روح تخلص ما خلص عندك عام تخدمه وحبس للدولة روح خرج عليا سي الحاج هنا الجيران اللي ما تنساش ما تخافش هذا كلش تكل عليا كلش مخدوم ما تخافش بالسلامة يا جي تربح 100,000 وتروح اللاندوشين تجيب قرادو سنين ذهب هيا هيا نحل الهم على روحك وزها وشيخ مع الحريات كما يظهر لك قاجي بكري تروح بكري يا ولدي قاجي تربح 100,000 وتروح الاندوشين تجيب قراد وسمين هب هيا نحل الهم على روحك هيا وزها وشيخ مع الحريات كما يظهر لك قاجي بكري تروح بكري يا ولدي
كثر خيرك يا شيخ عمار. كثر خيرك يا شيخ عمار. تفرحوا الرجال ما عندنا احسن عليكم. جاهز لنفسي بخير منهم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. انتوا يا ابراهيم. انا كنت عند علوة امري مسكين في حاله. ومرته هاي اللي ولادتها راحت تشكي لقايد. مازالت ما ربحتش حتى درك. ايه يا ابراهيم يا خويا كي راحت تشكي لقايد. درك ياكل على راسها حويجه من عند الحاج وما يعملها شيء. يكون جايت لك ربي وليدهم على خير من العسكر يخرج يخدم عليهم كن لي من شكي لي من تشكي. حكام واغنياء كل متخيلين علينا. والله يا شوف جدر ما وش داري في الدوار اللي فوقها. على شامبيت اللي قتلوه. منكر العين ما تحملش تشوف. يا خوتي الظلم تغاو عم ربي يلطف بينا وهذا مكان. هل راحوا بساد بسهلنا الحالة؟ روحوا مصر روحوا ضرب الله. علاش عليك انا كنت نتمسخر معاك حقا واش قالوا لباباك مازالت ما كفاوش زدنا نبيعوا البغله ونتحولوا منها واش تقول نكريو كتارات ونطعوا المشتى عن جدي تخلي القرايه تاعك وانت قريب طيش اللوحه لازم نخدم مع بابا يا اخي ما تنسينيش حتى الموت صحه ولاد يضرب ولدي وانا حي صحه هذا الخطر جابوا رب العالمين جابوا اليدي هذا الخطر مبصي هذا الخطر مبصي يضرب ولدي وانا حي ام جو وراه الخمس هيا ابراهيم هيا اخي مزوي على رجل الارميه اهلا بك خير واش حالك بخير خير ايوه واش حالك راه كنت في باريس يا واحد الخامج ضرب ولدي كسر له ذراعه البارح بونجور مزيان سميل بوناب يقولوا له بوناب واحد الشارع قارص الو فريد كنت كوم زافي وبغالا بون فو فوي جي ما مان كي تي سكانتي كومبليتمون او مي سي تري غراف سا شوف الشيخ Et comment ça s'est passé ça? Eh ben, on a été à la chasse hier avec Majid et au retour on est passé devant le gourbi de Bouneb. Il faisait très sombre et il est sorti de son gourbi avec un bâton et il m'a saigné un coup sur le bras. Ah, on va s'occuper sérieusement de cette affaire. Hein? Et il nous a même couru derrière. Si on ne s'était pas sauvé, il nous aurait tué, je crois. Ah, on va s'occuper. Ibrahim, aïe. Aïe, Al-Kham Jalaji, à Tabouneb. Mais nous, Madoula. هذوما الخماسه تاع ابو قره هذوما الخماسه تاع ابو قره اللي يحبوا يدوا الخماسه على الحرث تاع التركتورات تاع التركتور اللي محروس بالتركتور رد بالك شوف واش عملوا باش حتى انت ترد بالك مليح ها يلزم تلح قلوبهم بعد هذا باش ما يولفوش هذه الطامعه الخامجه هذه تعاو في ديانا قلوبهم ليش بدهو لهم ازرب ربك ازرب Alors Farid, raconte comment ça s'est passé hier soir. رحت انا ومجيد البارح للساده كي عندنا مولين في الليل جزنا قدام دارو وخرج لينا هو في الظلمه هكاك ما شفناش خرج لينا بالعصيه تاع عطاني انا على يدي كسر لي يدي وجاي يجي ورانا كون ما هربناش كان يقتلنا. قعدت شي ولاد سيادك ها؟ يا سيدي انا مجاوي تعداو على داري وعلى عرض بنتي وبدا يخش لداري يخسر علي يرحم وزيد يهدر وزيد يحل علي. ارو تتهم في ولدي وتضرب في ولدي على الخامجه نتاعك المقمله حتى تضرب ولدي تكسر ولدي شفت الكلب الكلب اللي تعدى حتى قدام دوله يتعدى صالة فرتي ودي امريكا لما دابك نعتنا ذكورها على الهواء ايوه نعيش Thank you.
شوار نوت 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 سلع المرة عبكم برا دور بوكو روحوا بالسلامة الخرفانة ويجيبوا من الراعي وشي والي وفا الحاج يلا ها ها يلا تفرق قراي شو كده بدك تقراي يلا وش بك يا لولي فرج لي ومات الله اكبر الله يرحمه لا حول ولا قوه الا بالله العظيم ان لله وانا اليه راجعون جيبوا له الكفن وروحوا دفنوه الكفن هذا تاع صدقة تاع صدقة ما عاد يعطوهم غير لولادهم مقاجين العزوز دفنوه هريانا روحوا تروحوا زركوا العشية روحوا بكري عظم الله وجرك يا ولي ربي يغفر له سامحيه ودعينا بدعوة خير رانا كلنا راحين شوف اللي ميتين هنا كلهم راحوا ونحن مش راح نقعدوا انما سامحيه ودعينا بدعوة الخير وروح للدارك واستحفظ على ذرياتك جماعة رم يستنوا فيها بصلاة المغرب وسلوم خليه كيجوا خماسة من الخدمة يهزوه
ادخل انت سخر تبت فلا سخر بت فلا ادخل انت سخر انت بت فلا سخر Qu'est-ce que c'est tout ce monde, tous les jours? Je sais pas, moi, je vais aller voir. Bel à Kalab, vous voulez. Gadda, maïa, elle-ci. Sakharta. Bel à Kalta. Bel à Kal. Elle-ci, bel à Kal. Allez, gadda, m'sa. Gadda, m'sa. Allez, visa. Bel à Kal. Aïe, Ahmed. Gadda. Elle-ci. On est chez la femme et les gosses, on va chez l'haricot, on va chez le bassis, ils mangent cher, 50 francs par jour. Et puis aujourd'hui, le dernier jour, on ne bouge pas les gens. Ah, c'est pas beaucoup de travail. Il y en a de travail, mais on ne bouge pas. Ta femme, il ne faut pas, il a dit que s'il ne faut pas, du monde, il tourne ici, il y a beaucoup de maladies ici. Ça va, ça marche bien le travail ici. Ça marche. Et faire attention. Oui. Attention, le khaddam est sur le courrachi, alhamdoulilah. On est là, ma frère. Et il y a de belles choix. Hein.
فوق خوف من الحبس ولا من فيها جبار. انا شفت الحبيس خير منه، زعما واحد يخدم على الضرب وجرى واحد قال عائلته ما كاش، اللي مات مات واللي همل همل. والله ما راني راه، والله ما راني راه. لو كنت تشوف ها جوج وما جوج مدارين في بلاد فرنسا في الاندوشيل ما دريت علاش حنا ربي خلقنا طحانين بروتيا كي جمال. اهدي الميزيريا اهدي فرنسا، يا ربي اعطيها الالمان، يا ربي اعطيها دي بيافو. اش كاين؟ كان هذا هنا عساس؟ ياك تشوف عملت النديقة، صباح يجي المعلم يقول لي واش وصل لنا. خليها ناس سلو بري حتى الغدوة الصباح يجي وجدر مية شبها. جاني طلبني في الطفلة، انت تعرفي بلي الطفلة كبرت ولاد الحاج الطاهر عرفتهم اش راهم يعملين في الناس، وعلى هذيك كيف جاني انا عطيت الطفلة. قديش شك تخلط زعما نظن نوصي فيك ما تعمل حاجة حتى تشاورني. وش بر هذاك عطيت الطفلة فيها رايح ليها شو بابيها راه في الحبس في الحاج طال عمره ما زاد يخليه يخرج، يبقى له من عمره كمل في الحبس. يماها ماتت واختو راه تزوجت، خلوا له زوج خوت صغار، حبيت الطفله باهي حرت عليها. لكنك معول على القطارات راه مفيد جوزيف عمره ما زاد يشوفهم، يمشيه يمشيه سيعطيه حشا صوردي سيعطيه قلبه قمح ويدخله في البوتيك ويديهم كما تاع الاخرين.
تعطيه الطفله؟ في الحاج طاري خرجنا من هنايا ورايحين نروحوا، روح نسكنوا في الغابه كيما راهم اخرين. عندك الحق، هذا كلام صح، ولو كان راه يحمل الستين في صدره. طفله يا اخي قلت لك خليها انا نضب فيها راسي، نخرجها اللي فيه ليش تعلم حياه اخرى جديده على روحها كيما راني انا. الناس الكل تتمنى تتزوج مرا بحالي يا اخي، قالها حتى سي الحاج، ولا راني ما عجبتكش؟ لا لا ما خاصني حتى خير، ما عندي كان انت وربي. النهار اللي تكبر وتتعلم كل شيء هذاك النهار تدبر راسها تتزوج على روحها. انا غدوه ندي الخرفان نتاع الشيخ ونزوروه، وان شاء الله الشيخ يتقبل زيارتنا وما نطوش ليه، ونهار اللي نرجع ادي الطفله وروحي ما عاد نزيد نشوفها لهنا خلاص. وكان زيد رجع لي نقول للطفله ما حبيتش، وهذا اللي كان هاتي العشر التاني ونسلم. بجليش العربي بوغرار علي بوشوات احمد زرداني عبد الله بوناب جبار برق في عينيك تحب تلحق بباك. انتم الظهر عندكم الاوراق نتاعكم، وانتم القباله عندكم كاينين. افهمتوا؟ فهمنا. هاني نعاود لكم، السيد الحاكم والسيد القايد راهو عطاو الاورد للجدارميه والخزناجي، لو كان اللي ما يجيبش ولده يقبل العسكريه ويخدم الضرب راهو يجيوه الجدارميه يجيوه ويديوه بالعيله بكل حبس، وراهو الحاجم الكبار راهو شاهد. افهمتوا ولا سمعتوا؟ هيا روحوا تروحوا. يا الحاج نخلي الخرفان لله حتى يجي ورعي يديه. يا النوية اديوها الخرفان وهزوها الجيش هذا حطوه في الخشب وقلب غل. اما انا شوف واحد من القبالة وحطوه في بلاصته. انا شفت واحد اعطيته 2000 فرنك واعطيته صاع شعير وهو قابل. اما انا فريتيسي انا غدوة نشوف الخوجة ونفهم. لو كان موش لندوشين، سمعت والله، لو كان موش لندوشين خليه يروح يجيب قرادو يطلع قايد من غير خسارة. حق. اضرب قهوة. Thank you.
الحاج ضربوني ولي ولعت. معنا متعهد من الرجل اللورا هاي الناس تاع المشنة هذه يلزم يطلع المشنة الفوقانية تاع الحاج الطاهر جدرمية والخوجة والشامبيطرة بيستنى فيهم يضربوا بساعة نرى ما عدا حتى شي واحد براسي برك متخفيف متحركيش من المحتل نجي كيما قلت لك جيب صحابك الليلة روح الدار شدو خرجوها ولي تكلم تيروا عليه وش راح يصير عليهم الخاص كيما هادوك بدا نجد على الدرجة لازم نفتشو ساعة وندها والهجوم وسال بعد نقدر ندخلو ونخرجوها من الدار بعد عزوز عاش لما في تجيبك الخضارات تروح للمشنة وتعرف وين وكي تخرجوها عقبوها ديرك للفلاج عند يما وديروا فيها كلكم واش تحبوا وكي نجي انايا نطلعها لقسنطينة ونبيعوها الدار الكبير ونجيبوا فيها قطعة ايام وإذا ما لقيتوش ومنح من يديكم نتهموه باللي هو اللي هربها وباعها ولحقوا البابات هذه خلاها عليا انا نحكي مع سي الحاج ما نبات ما لاجوز عايشه تفتش عليها في المشطه نخبر مجيد وصادق باش يوجدوا روحهم ومنين تجيني نجي نعلمك هكذاك يعطيكم الصحه قبل لهنا بلي السيد الحاكم والسيد القايد راهو عطا الورد اللي عنده السلاح انت عصياده والا واحد اخر يلزم يجيبه للبيرو نتاع السيد القايد راه مفتوح صباح وعشيه وراهي توقع التفتاش اللي لقاو عنده السلاح راهم يزيزيوه ويديوه للحبس والعيله نتاعو على طول العمر باش تكونوا شهود ناس القباله راح نعيطنا لهم وعصاو الدوله ما جاوش راهم يخرجوا لهم العسكر يحرقوهم بهما بالقرابه نتاعهم هاكم هنا خرجوهم مسكم خرجوهم خرجوهم نسيتوا الدم اللي سالبين العروش وخليتوهم بوسكم خرجوهم كلاب اللي كلاب عطاونا العز خرجوهم نسيتوا الدم اللي سالبين بينو بين العروش خرجوهم هذا الناس مسكم خرجوهم انا قلت لكم خرجوهم مسكم قابلتكم الصلح ها قابلتكم الصلح كيفاه اللب اللي ما حضر لسيد القايد لسيد الحاكم لسيد الشمير كيفاش شكون يقبل هالصلاح هذا كان شعيان اللي حيضرع كان شقايد كان شحاكم اشكون اللي العروش خرجوهم وانا عيان وينهم العيان اللي حاضرين كاش ما حضر قايد كاش ما حضر حاكم اشكون هالصرح هذا خرجوهم الصرح هذا الصرح هذا فوت هذا خرجوهم ممكن هذا الصلح ما هوش مقبول تقولوا من هو اللي يصلح بيناتكم هام الجدارمية هزوا المخير نتاعكم للحبس برقاد يهزوا المخير نتاعهم اديوهم للحبس يكونوا اللبوندية سراق هما اللي عملوا بيناتهم الصلح ما تلقوهمش حتى يقروا ما تسيبهمش حتى يقروا متهني متهني اروح تكبر وهذا رايهم ورايي وراك تعرفني نعرفك ما قلت ما نقول يا سي الحاج
هذا شيء ما حقوش يكون والسلام. يا سي الحاج هذا تعدي وهذه إهانة وما يفريها ما بناتنا كنشرح. هذا كلام ما عادش تعاودوا، راك إنسان عاقل وفهم وجبار، لو كان مش متفاهمين هو بنتك ما يديرهاش. وهذا مش وصلهم لهالأمور هذه. أسيدي آمين، هو ولدي وهي بنتي، قريتهم وربيتهم للزوز وربي يصلح حوالهم. بارك الله فيك. لو كان كما بكري قايد وجدرمية وقاضي نفريوها، لكن اليوم أمر جديد ما يزمنا إلا نقولوا آمين. آمين يا سيدي آمين. أنا يا روح استنى استنى خلينا نسلم نتيم المصلي. سيدي راك عقب التيمم. هذا حالة اللي ما زود النهار الصغيرة يا سي الحاج. يلا نمشي يلا. هيا وادخلوا. لا لا ما عندناش الوقت، جيت نخبرك برك باللي بعث العجوز عائشه دار الدشره بكل ما لقيتش الريحه نتاعها، بس غدا من بعد الجدرميه يجيبوها هي بالعز وهو يعطيو بالكرافيش نكره. هذيك اللي حبيتها، ولكن ديوسه تروج معاه. كيفاه؟ جبره وبعت جده وكان هنا هذا ونخرجوا هو وباباها، وقالوا لازم نتصالحوا خير من يخرج الخبر يقولوا بنت الطلب هرب، وعيت فيه لا لا وهكذاك وعمل هالديوس. دوك اللي خطر درناه بين الجدرميه اخي هما تروجوا مع بعضها. هي تزي شوف بنت ورا بلاصه شكون كي جينا الخبر شي خاطيك شغل بروسنا وحنا وحنا ما تخافيش. ايوا بعثي ما غدا الصباح بكري من يجي لنا الخبر حنا نهجم عليها في الليل. هكذاك رجال كيما نعرف ما تخلاش تفرع فيه. لا لا انا نجي شويه. ولا هنا احنا كملنا وانتم ما كملتوا كملنا وجت مرة الجار قد قد. يلا يلا هزي وش هزي وباش نروح عند جدي. ما عندي مرحلة هزي ضرب اغسل يديك وهي هاي. مالا سيدي راكم كلكم تسكنوا لهنا وراح نروح جدي واحد ولازم يقعدوا معاه. صحيح يا سيدي راهي دارهم وانا ولفت بيهم وإن شاء الله ربي يفرج على باباهم ونتلموا كل هذا كان درت العسل إن شاء الله جبار. أقعد يشرب قهوة معنا. تروح نجي. المرأة راك عارف مريضة وطال مرضها. أنت ما قلت لي نديها عند الشيخ فرج ربي شوي. ما زالت وراما هنا معمرين علينا. لم عليهم وربي يفرج. الناس الكل راهم مطلوبين لهنا قدام الفيمنا تاع الحاج السيد القايد.
والخوجة والعسكر راهم اللي هنا، واللي يتخلف راهو يخاف على روحه. كثر شرهم هذه الأيام وربي يلطف. باش نوصي فيك؟ في النهار عندي شاب وفي اللي عندها جوز. روح متهني وردي بالك من كلاب. ني كلاب هذوك كابيتان راه يقول لكم راهم ما حبوش يقروا، وشوفوا الحالة اللي راهم فيها. وإذا ما حبيتوش انتم تقروا وتقولوا أشكون اللي عمل الصلح بيناتكم؟ وشكون اللي قالكم يذبحوا الكلاب؟ وشكون اللي قالكم قصوا الشجرة المرابطة المسكينة؟ كابيتان راهو يقول لكم رانا راحين نحسبوا لثلاثة. إذا ما حبيتوش تقروا راني نقتلهم. واحد، زوز، ثلاثة، فور. هاكم الزبرت وان سطحانين ناركو تشوفوا العسكر واش يدير فيكم لكم ما تخلون. عندي ما نقول يا سيدي الشنبيط، عندي ما نقول، عندي ما نقول. كابيتان راهو يقول ماذا بينا ما يزيش يسيل الدم قد اللي سال، واللي عنده حاجة يجي للبيرو نتاعي راهو محلول ليل ونهار. عايشة قالت لي راحت لدار جدو ما لقيتهاش. بيك خرجت مع جبار ولا حاجة، خاطر ما صباح هو كان عندهم، وسقسى جبار وراهم يسكنوا، قالوا نسكنوا مع جدي خاطر ماهي وحده، ومعنا لو راح نروح، قالوا الحاج يهرم معايا. لاش نكون عندها ملا نديوها. إي معليش. انت مسبعي بخلاها في كل بلاصه. Thank you.
هاي البلاصه تاعها بالك تحس بينا بالك كيف القربي الاخر هاي هاي المحل تاعها وين حطوا حطوا من هنا حتى لقاو لهم بلاصه نور وجيبوا في النيل وجاكم عسكر المشتل عندنا بعض المجاهدين مجاريح مجاهدين جابت لي مجاهدين هنا للدار باش يجي الصباح العسكر معاهم الكلاب ويشوفوهم يلقوهم هنا ويقتلوني وقدام عينيك وانت تشوفي هذا هم المجاهدين نساء ورجال وحريم الناس مختلطين بعضهم بعض اسمع الطرف ثورت ما ايش ثورت رجال ولا نساء هاك اقرب اش تعرف احنا عارفينك ماكش خاين بصح الحاج طاهر والقايد عاطين ثقه فيك على هذيك خليناك تخطب قدام العسكر باش زيد يعطوا ثقه فيك والدار تاعك من اليوم تقعد مركز وهذا من اللي هنا يقعدوا حتى نجندوه نساء يقعدوا معهم تميز جبهة التحرير الوطني الجزائرية ابشروا بالنصر رانا أقوياء مناش وحدنا شعوب العالم المحبة للحرية كلها معنا أنا هي اللي قلت لهم جيبوهم هنا خي مرتك هربت أنا اللي هنا نطبخ لكم نطبخ لهم كما قلت لكم يلزمكم تردوا بالكم ما تاخذوش راي هذه البنديه فرنسا راهي اعظم دوله حاكمتها منا حتى للصين ومعها الامريكان والحلف الاطلسي ينجموا يحاربوها هذه الذراري كما قال الامام نهار الجمعه ذبان هاشمين على وزير متاع فليتوكس دركا يحكموهم كيف الفيران طيارات من فوق وعسكر وطناق من تحت فرنسا راهي امنا وهي اللي رباتنا واعطت لنا هذا الخير لو كان ما فرنسا راهو الشر يقتل فينا واش نجمو نعملو حنايا ابره ما نجموش نعملوها ولا محراث ولا تراكتور ولا موس كونوا عاقلين ما تتبعوش ما تاخذوش راي هاد الغالطين فرنسا راهي دوله قويه وعندها جيش وعسكر ردوا بالكم لو كان كاش ما يزيد يصير لهنا العسكر راهم يجيو ويقعدوا هنا في الدواور ويعمل فيكم الشي اللي حبوه هما واهو السيد المارابو يلقي عليكم بعض النصايح وعلاش يا خاوتي خليتهم هذو البانديه يفسدوا علينا الحاله كنا عايشين ترانكيل مع بعضنا بعض كالخوه ودرك لكم شفت الحاله كيفاش تبدلت يا اخي عندكم خبر ما عنديش بزاف من زرت الشيخ وجاوا الاخوان وما يخلق ربي من كل فج يجي 21000 تراس سقسينا الشيخ على هذا من الجماعه اللي يحب يحارب الكفر وقال الشيخ هادم الكفار ما توصلوش روحكم من شرهم هادم دخلوا بلا بارود يخرجوا بلا بارود وزاد قال هادم ما عندهمش قدره مع ربي كيحب ربي يجي زف الريع نتاع ريح تهزهم واحنا علاش قاعدين نتعبوا في روحنا معاهم سمعتوا كلام سيادنا المرابوات العقلاء كونوا عاقلين امثالهم ما تاخذوش راي هاد المشوشين روحوا تروحوا لدياركم واحكموا دياركم وما تتبعوش هاد الغلاط
600 مسكين دبحوا شفته البغوله هاد العفيانين هاد كل فرنسا انا نشويهم نحلهم الريحه تاع جدودهم بكل ما تقدرش تشويهم ني تقتلهم على بالك تحقهم الخدمه نتاعكم تحقهم بزاف العسكر باش يديهم يحاربوا ما تقدرش تقتلهم من المحال لازمهم يجي لي اكثر من هكذا ما بقاش خاص يهزوا خاص رسالهم خلاص واش تعرف في الفلاقه هذه الفلاقه طبعا يا رب هذا خليك يا رجل فرنسا وما ادراك انا ما مقدر لهاش وين يا فرنسا العفيانين نتاعك هذو يقدروا لها ما تنساش بصح قال لكم لقاو عندهم سلاحات بعثوا لهم الروس والشينوا ويقدروا يديروا حاجه المهم بالذات في فقراء الله غالب عليهم ما كنعطيهم خطره ولا زوج ولا بالك باللي فرنسا مشتي السلاح تاعها ما يفلاش ديما ومعاونها الامريكان ما تنساش بصح قال لك باللي الفلاقه عندهم درك شهرين ما راحين وما يتقووا قال لك عادوا الطياره يطيحوهم خليك يا ولدي من الدعايه خليك كون فرنسا تحط بال حط بال عليهم كل يتحكم بهم بجبالهم واش بيك انت واش دني زعما فرنسا راح يخرجوها من البلاد شي من محال هما يخرجوا فرنسا الحفايا هادو ها يا سيدي عجلنا خرجوها شكون اللي يقدر يسير البلاد هادي يسيروا على الرعيان هادو انا عندهم العلماء تاعهم وعندهم الحزاب تاعهم يقدروا يمشوا البلاد كيما مشاوها الفرنسيس من الوقت هذا خليك يا رجل ما خلينا نعرفوا بدل مليح كل واحد يحوس على بريستو ويحوس على الخبزه تاعو عرفوا مليح يا رجل ولكن احنا ساكنين قدام الجبال ما نقدرش نبقاو ساكتين خطره هذه الخطره الاخرى هذه انا قسمت انا مع الشايب باش نشوف الوكيل وعادونا واحد الجماعه تم شخصيات وصحاب مال وصحاب مغازات وكذا وفاهمين وسوق سقسوا الشايب قال واش كاين في الجبل فهم الشايب في الفكر هذا قال لهم دواء كل كوتيزاسيون قال لهم شي ما يهمش وافقوا الجماعه كنت وافقت باللي يسد الكوتيزاسيون هذه باه يحميوا مالهم ولادهم ولكن يعني ربحوا حنا ومعاهم ولكن خسروا معنا ما خسرنا وزيد بزياده كي تحسوا خبيص ديروا كيما بوجمع سيبوا الكوتيزاسيون تاعنا ونروحوا تونس تكسلوا وخدامهم يخدموا انا فرحان كي هضر بشي يمسك لا كوتيزاسيون هذيك هكا سيدي تهنينا دركا العبد يدير واش يحب هذيك هي معناتها حل هذيك هي بدات لازم يمشي يسال شي العافيه اللي هو المال وبيديه من جهتين على كل حال صباحكم بالخير بالخير لا جوز وهذا انت بكمالكم ما جبتيش جبري وين تسكن يا عزيزي راني رحت لدار الحاج كتبت من عنده لقيتها هي اللي تطيب هي اللي توكل هي اللي تفرش هي كل شيء فيها وراني سقسيت الجيران قالوا لي هذه هي سكنتها او هذه ما كانش منها ضمت عند نهضر عند الحاج وفليت بلاصه بلاصه اخرى بصح حنا نتعرفش نديرو لها جوز نبدلوها برنامج حاج تقولي لها جوز قولي لها بلي ولد الحاج طاهر وصحيبو بلي ندمو شي اللي داروا عند البناب هذاك وشي اللي داروا فيه مادا بيها يعني كنت درنا عشاء يعني حضر فيها الشيخ تاعها وباباها وحنا نحطو جماعه بالرياس وشوفو ترجمو نتبات نقول للطفله باش نرجعو الحاله راهم خافوا من فلاقه هذيك هي الهضره بدات وانت بصح وليدي راك ما تهلتش فيا وما درتش فيا خير لا قهوه لا سكر لا صابون لا دخان حق ربي ما سيدك لا جوز كوني هانيه روحي برك جيبي لنا الخبر وانا عليا القفه نملاها لك من كل شيء هاني نسوق ونجيب لك قفه مليانه من الزيت للسكر للقهوه لكل شيء كوني هانيه لا جوز روحي برك جيبي لنا الخبر وكي تجينا على خير شتا هاد الناس يخوفوا بعضهم بعض بالفلاقه هذيك هي لازم واش تعرف هذا هو الوقت اللي وصلنا فيه هنا Thank you.
هاي البصلة، هاي الثوم، الزرخة، هاي البصلة. Messieurs, il ressort de nos discussions à Constantine avec le général et les experts venus de Paris que la situation est sérieuse. Les maquis pullulent de félagas. Ils n'utilisent plus des fusils de chasse, mais bel et bien un armement moderne. Tous les douars se sont rebellés. Ils veulent étendre leur rébellion aux villages et aux villes. Les forces régulières doivent entrer en action. En plus de notre puissance de feu et de nos moyens de fusion, nous devons user de la politique et de l'action psychologique. Car nous devons garder à l'esprit que la France a, depuis la conquête, axé son action sur trois facteurs pour réprimer toutes les rébellions. Premièrement, les gens qui sont au service de l'État, tels que les bachagas, les agas, les caïdes, les gardes champêtres, les codias, ainsi que les fonctionnaires, constituent une classe dont les intérêts sont liés à nos propres intérêts et à notre propre existence. Cette classe a joué un rôle déterminant pour asseoir l'autorité de la France dans ce pays. Et elle peut aujourd'hui jouer un rôle non moins déterminant pour liquider la rébellion. C'est pour cette raison que les félagas veulent les terroriser en en assassinant quelques-uns. Notre devoir est de les protéger et de les encourager par l'augmentation des salaires, les promotions, des primes, des promesses. Ceci de notre part. De leur côté, ils doivent à chaque occasion exprimer leur attachement à la France devant les populations pour les redétourner de la rébellion. Deuxièmement, les hommes du culte, les cheikhs, les marabouts et les aouïas constituent une classe qui a joué un rôle de premier plan en faveur du renforcement de l'autorité française en Algérie, en abêtissant et en dupant plus de 70% de la population. Les félagas essaient de les rallier à leur cause, tantôt au nom du djihad, tantôt par la violence. Nous devons les défendre. Faire apparaître que les félagas comme des anti-religieux. Un budget conséquent leur a été alloué afin qu'ils redoublent d'efforts et condamnent la rébellion au nom de la religion. Troisièmement, la force de sécurité est une force importante sur laquelle il faut compter. C'est une classe instruite dont les membres ont été élevés et éduqués par les pères blancs. Ces derniers ont rempli leur mission d'une façon exemplaire en leur inculquant l'amour de la France et le mépris de la race arabe. Certains ont acquis leur grade après avoir servi longtemps et fidèlement l'État français. Les autres sont des fils de notables et des fonctionnaires qui sont sortis de nos écoles et qui sont imbus de la civilisation française. Il faut les promouvoir, augmenter leur salaire et multiplier leurs prix. Grâce à ces trois facteurs, il a été possible d'écraser toutes les rébellions qui ont eu lieu depuis 130 ans. En outre, il faut sévir dans les zones qui sont le théâtre des événements
et isoler dans la mesure du possible les habitants des douars de ceux des villes et des villages pour mieux cerner la rébellion et l'anéantir. Il est mort, par balle. C'est un attentat terroriste. Il faut encercler tout le village et personne ne sort. Oui, chat.